الو، غايت لنا علي دو لي بران ديال لا كورنيش ديال عين دياب 505 55 بولفوار، ولكن مع المناجر ديالي باقي ما يعني انا وياه باقي ما تفهمناش واش الشيء عنده ولا لا، على حسب عندنا حتى حنايا الشروط ديالنا. سمعت انا معاك سينا، كملي. وتيبان لي شي وحدين عاد رفع عليهم قضيه جنائيه باسكو تعدد الحدود ديالهم، وانا راك عرفتي نصبرت بزاف بزاف بزاف. شكون هما؟ ماشي من الصحافة ولكن قريب يعني، باسكو وصلت لدرجة انها مبقتش قادرة نصبر. الو شوف فواغ الجديد صافي، وانا فرحانة وعادي، ولي فان كثروا نهار على نهار، ولاو تصاحبوا معايا ولاو تيعرفوني. طبيعة الحال عم طارق فزت معاكم نتوما ودزت مع السردواني وديت اجيال في راديو اجيال ديال اكادير، ولاو لي فان تكثروا ولاو تيسولوا ولاو كاين الامن تنخرج تندخل. لا بغيت نتصور مع نتصور، انا بغيت نتصور تيبقى تيهضر غير بوحدو كيشي حمق وتنزيد في حالاتي سيتو. واخا سينا، واش ممكن تقول لنا شكون اللي باغا ترفع عليه دعوة؟ لا لا لا، انا غادي شباب واخا ان شاء الله هذاك الشيء غادي يكون بالبارد، ما غاديش يتشر حتى نوقفوا على حد يولي يطلب يعرفني انا بنت منو، واش بنت العائلة، واش مواطنة، وما عنديش حقوقي ولا ما عنديش حتى انا وراقي ديال كفنانة. واش شي حد تعدى عليك؟ واش تعداو عليك؟ هما مجموعة فيها السب فيها الشتم فيها التصاور تيتلاحوا فيها دي كومونتير، وصلت الشرطة العلمية وعرفنا شكون هو الرئيس ديالهم، يعني واحد هو اللي راسلهم هو اللي تيحرضهم ضد هاد الشباب، ماشي أنا بوحدة المقيوسة. مقيوسة منا لطيفة أحرار وزيد زيد، وأنا غادي نفضح، أنا غادي نفضحو وغادي نفضحهم تا هما. سينا خارجة من الجن. سينا كنتي مشيتي لتركيا، واش جراو عليك؟ جراو عليك من تركيا ولا لا؟ لا لا، ما يمكنش، انا خمس سنين وجراو عليا واغاني ديالي في الراديو، وانا اصلا ما سافرت ما مشيت ما والو، اصلا ماشي حبيبه دوك هما المعلومات ديالي. ما جرا انا اصلا ما مشيتش بعدا باش يجريو عليا، ما جرا عليا حد. واش انا قاتله؟ جو سوي با مجرمه قاتله، مدخله المخدرات، مخدمه في شي مخابرات في شي حزب، راهي فنانه، راه كيف الشائعات جاو الاكادير قال لك المخدرات والشرب، انا مثلا ما عنديش علاقه بالمخدرات. قال لك عاوتاني ضربوها راه في المطار في السبيطار، عاوتاني داروا شائعه اخرى وشائعه اخرى، راها عادي اي واحد تيبدا سيرتو. انا عطيت واحد البوز وفغيمون جمعت، عدو عندي صحافه خاصه بيا وعد عندي راه واحد الشعب عندنا تنا ضد النجاح، ضد النجاح خصو يكسر بالعكس، انا تيجعروني تيزيدو تيعطوني لا فوق باش نزيد لقدام. انا فين وانتم فين؟ عرفتي ما تنظنش بان في الفصل كاع حتى لهذيك الدرجه تندخل وتنخرج، ما جاو حتى لدابا الا باش يحسوني، يعني تيطلقوا شي شائعه. وقولوا شنو السبب اصلا في المطار ما تدوزيش؟ لا عندك شي بروبليم والله لا دزتي، كاينه ولا لا اختي ساره؟ واش توصليتها لبلاد اخرى ويحسوك؟ داكوغ انا هي البرانسيسا، وي انا واقيلا درت شي غلط مع الرئيس ديالهم، انا اصلا ما سافرت حتى بلاصه وما مشيت حتى شي بلاصه، اون فيت ما حبسني حد، وكاين القانون في كل شيء، وكاينه وزاره العدل والداخليه، وكاينه الحكومه، وتا حاجه ما تتخطاها ساره. بليس كوسا انا فين وانتم فين؟ ما جاني الخبر، انا حتى قلتيها لي دابا وقالوها لي في الصباح، والله ما فراسي ما يتعاود. هم ديالي وعايشه حياتي وهما تيتركلوا بعضياتهم. وابا زويت نسمعك ساره. سينا بغيت نسولك عاوتاني على كنتي غتغني اليوم في غيستورون ديال بيروك في عين دياب، وقلتي لهم بان راه جاتك سخانه وداك الشيء، واش هادشي صحيح؟ نو ما عندي لا سخانه لا والو، غير انا قلت لهم كذبوا شي سبه كذبوا شي كذيبه بانني عندي عائق، والعائق هو من ماشي انا ديال راسي، عندي الجروب ديالي انا وفيه ومتشبته بالمناجر ديالي وبليزامي الجروب اللي خدامين معايا ديما، وتيسمحوا في مدرستهم وفي ديورهم تيجيو لعندي معايا في الفيلا تيجمعوا معايا. الوغ ما بغيتش نتخلى عليهم ونمشي، عندي شي ظروف خاصه يعني، ان شاء الله اللي بغى الله نهار الثلاث ولي بغى الله يعني لو ديستان، وعلى حسب كانتي وعلى حسب المناظر لا ما بغاش، يعني اصلا حنا ما محتاجين نطلعوا شي خشابه ولا ما محتاجينش، غير علي دو لي بران من خلال هذا المنبر راه الله يعمر هدر، وراه تيشجع في المواهب، وراه صافي من بدا الفيديو تطلق هو تابعني باش ندوز عنده في الخشابه ديالو في 5 5،
وماشي اول وحده راه دازو كاع المواهب كلهم. لا دخلتي في اليوتيوب شانيل ديالو عنده بلان دي فيديو ديال الناس دازو وصلوا تبارك الله دي ستار بحال فناير بحال فلانه وفلان فلان الى اخره راه دازو من عنده. واصلا انا نعتبر راسي كفنانه كيلا باديه كل تواضع ديالي الانسان بين ذحتو عليه ماشي ذحتو ليه اش ياكل في كرشو هذاك الشيء بديهي يعني انا كنشفق عليهم وصلت لهاد الدرجه سميتها وبنت اصل خصهم يشوفوا الحقيقه يشوفوني واش قريت واش عندي شي دبلومه واش عندي شي اخلاق واش عندي شي لغات واش عندي شي حاجه ديال بصح واش شي صوت كاين ما تتفلى علينا وما تمشيو شي حاجه تافهه باش يعمروا وقتهم وما يحتل العوان. وانا ما تنتنازلش انا محاربه عفاك قولي لهم انا محاربه غير يعاودوا يزيدوا في الحقد ديالهم ويحاولوا يقلبوا على شي طريقه اخرى باسكو تنظن كاع الطرق دازوا منا. وما تنساش عفاك قول لهم قاتلكم سينا لانها هي المديره العامه واللي متحكمه في اليوتيوب والفيسبوك اللي تيدور في المغرب يعني غير يكونوا موجدين هادشي اللي جاي. نستاهل نغني الاحباء ديالي ولكن كاينين شي وحدين عادي يسمعوني وعادي يتابعوني وعاوتاني عادي يجيو دي كومونتير خايبين وعادي يسبوا وعادي يشمتوا وعادي يطرطقوا وعادي ينفجروا وعادي ينتحروا. انا خايفه على راسي شي واحد اللي ينتحر ونقول لهم بسميتين ولا شي وحده تقزراتها خاص تكون عرفت بانني دايره ليهم الاراره. غير اللي بغيت نقول لك حبيبه على سميتو نغني الاحباء نغني اللي كنت بيني وبينك شخصيا بهذوك اللي غادي نغني انا عند علي دولي بران في عين ديالب غادي يجيو غير لي فان ديالي غيسمعوني. دابا المشكله لا غنيت غيسمعوني الاعداء ديالي لا التلفاز غادي يسمعوا صوتي تنغني لهم كاع ام كلثوم مدرقه في وسط الانجلي ولا مدرقه في الاغاني الانجليزيه.